الأول أن أعلن أني سأترشح لعهدة ثانية مثل ما يسمح بها الدستور. إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإلا أنا كنت قمت بواجب يعني من جزء من الواجب، واللي يجي يكمل الله يسهل. ربي وشرنا نعاني مع الزوايل هذا وشرنا نعاني ويدي نوضي نعزبوه. وعلى كل حال ما ظلمتوش في هذه حصة طاطا اختي طاطا ليندا. يبان تبون مقدم تاع برنامج تاع اطفال وجاب الاطفال هكا باش يسمع الانشغالات تاعهم. ماشي يبان مقدم تاع برنامج تاع اطفالك ويقول لهم طاطا اختي ويقول لهم تشيك، كي طفل هكا يخرج على الصف يقول له تشيك الله نعطيك بحجره. صراحة والمول وكان جا في السياق هذا والله عمري ما نلومو. على كل حال ماشي هذا هو الموضوع، اصبروا. وصلي اللهم وسلم على الالتزام، البعض منها لا زال في السنة تبون التزام الالتزام اصبر. انا ذاك يرثى لها في كل الميادين بالتقريب. اي والتزمت امامكم بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزام. اي وفقت من طرف من عند عبد الله عز وجل أني أوفيت بما تعهدت به في 54. تبون أوفى بما تعهد به في 54 التزام. هو أنا دخلت فيها قطار، أنا وعلى بالي بلي قطار تمرست ما دخلش في 54 التزام. قطار تمرست هو وعد انتخابي لم يتحقق. أي قلت الله غير نروعه على بالي بالنتيج ما معليش يا أخي ما نظلموش تبون. أنا قلت لكم أنه تبون ما بيناتنا غير الخير، دونك الإنسان يكون منصف مع تبون. التزامات تبون 54 شد روحك، راني راح نعترف بالحقيقة. تبون قالك حققت 54 التزام، حنا نروحو نشوفو ما هي هاته الالتزامات. مخك يحبس. الو، الالتزام الأول مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد الدستور. أقسم بالله مكتوبة هكا، أقسم بالله العلي العظيم غير واحد من الالتزامات 54 مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد الدستور. رانا من المرادية دي زاد، رانا من الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الزريبة، رانا في الموقع الرسمي لها. مراجعة الدستور، مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد الدستور. إعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات، قانون الانتخابات من أجل، وبعد يعطيو النقاط. على كل حال كاينة وحدة تانية عجبتني، تنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكين المرأة. كيفاش؟ الله أعلم. تنفيذ خطة عمل للشباب من أجل إعداد الشباب لتحمل مسؤوليتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كيفاش هذا التزام وكيفاش نعرفوا باللي راك حققت الالتزام هذا؟ الله اعلم. ماشي هنا وحده ثاني، التزام من اروع ما يكون، الالتزام رقم 20 هذا، الانتاج الفكري والثقافي والفني لخدمه النمو الاقتصادي. الانتاج الفني لخدمه النمو الاقتصادي، كيفاش حققنا النمو الاقتصادي بما انه تبون قال اننا حققنا 54 التزام؟ كيفاش حققنا اصلا النمو الاقتصادي؟ وين راح النمو الاقتصادي؟ وين راح هذا الانتاج الفكري والثقافي والفني؟ ولا يهضروا على بصح جبتوه لنا في المنعرج الاخير صاحبي، ام يهضروا على حبيبنا؟ انا الضحكة هادي نضحكها غير في واحد السياق واحد في حياتي يعني صراحة. على كل حال
راكم تشوفوا هذا اللي نعد في سنيناتو، هذا جماعة إرهابي. ما تقيش الكيت تاعك ولا ترفع في الصوت ولا، راك سمعت مليح، هذا إرهابي قاعد يدير في الاعترافات تاعو يا جدك. الناس في شهر العسل تاعهم ما يفرحوش كيما هكا. وسناتو الضحكة الأسطورية، إرهابي قاعد يعترف بأنه تآمر على الدولة الجزائرية ببند قصيد أعطاها له المخزن مع الإمارات وإسرائيل وفرنسا خلته يفوت. عمك من الصبع وانا نشوف فيها عيد نحبس. هادو طاع الماك، هادو ناس ملاح حتى كي يكونوا إرهاب وبشوشين. القبائل والله حالة خاصة. قال لك إرهابي يا جدك. على كل حال نعود نرجعوا للالتزامات تاع تبونا، وماشي هادو هما، هادو راني باش نعطيكم المستوى برك. خويا قاعد نشوف هكا، كي تعرفوا قاعد نقرا والكلام الانشائي وراسي يوجع. شربت قريب علبه تاع هذاك الدواء تاع الصداع دوليبران، وصلت على بالك ما جيت، وصلت للالتزام رقم 30. عباك حبس مخي، وليت نضحك راح نبكي نخبط راسي في الحيط. مش هو الالتزام رقم 30 تاع عبد المجيد تبون سنة 2019 واللي قالنا باللي راهو حققوا؟ اسمعوا مليح، شد روحك. وضع حد نهائي نزيد نعاود لك، وضع حد نهائي لانقطاعات المياه. اقسم بالله، والله غير راني جايب لكم من الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية. وضع حد نهائي لقطاعات المياه وضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني. دونك تيارت ماهيش في الجزائر، وهران ماهيش في الجزائر، وباقي الشوكولا في سناني. صح كليت الشوكولا قبل، ما عندناش الماء باش نحي الشوكولا. على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني. اون فاغي غليسا درك نكمل برك مع هادي. وضع حد نهائي ويزيد يعاود لانقطاعات المياه وضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني عن طريق تعبئة ناجعة للموارد المائية وتحسين وترشيد وسائل توزيع واستهلاك المياه. دروك شفتها، عفوا حسنو. خرج فيا تبون يا جدك. حطيت الشوكولا في القهوة، هذه هي النتيجة اللي ياكل قبل اللايف. وترشيد وتوزيع. دونك احنا نروحوا نشوفوا واحد القضية. دقيقة، أزمة المياه تتوفر المياه. ايتي تيارت هي اولا سد بن خدة، هذا السد هو الاكبر. تعتمد ولاية تيارت غربية الجزائر على توفير مياه الشرب،
مياه الشرب في المنازل. خرج الأهالي إلى الشوارع للتظاهر وأغلقوا الطرق، أقاموا الحواجز، أحرقوا الإطارات، طالبوا الحكومة بحل الأزمة في أسرع وقت. هذه بعض الفيديوهات. ودوك هادو نحسبوهم مع الجزائر ولا مع من نحسبوهم؟ ولا مع الدولة اللي هاك؟ كيفاش لحد السنة تشوف نعود نرجع؟ وضع حد نهائي لانقطاعات المياه تبون في بانطلاق الحملة الانتخابية. قلنا باللي حققت 54 التزام، تسمى في التزام واحد القضية كاملة تتكشف، وهما الالتزامات الباقي كامل رم كلام إنشائي. كي طاح في التزام واحد تقدر تحاسبوا عليه؟ صبحنا في وضع حد لنهاية لقطع المياه، التزام حققته بلا ما نحكيو على الأموال المنهوبة. وخلي 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 دونك أي واحد يحكي معاك على الحصيلة تاع تبون قل له الالتزام رقم 30 إذا حققوا تبون ولا لا. لا ليه وزن الله بلا مواقف لحبة حمص في الراس. ودايما نقول لك تبون، اسمعني يا صديقي، كشنار كذبت عليك؟ الذكاء الاصطناعي اخي كنت تشكي وتقول هذوك يقولوا الذكاء الاصطناعي وحنا رانا نديروا في القمح، اليوم راه مزادوا فضحوكم اخي. قلت لك الصح، انا هذاك الوقت تبون زيد لو كنت تسمع في هذه كي تهضر ما تروحش بالحبات كامل. قال لك راني حققت الالتزامات وزاد عود الرقم 54 التزام، ما قال لكش حققت أغلبية الالتزامات، لا قال لك الالتزامات كامل. تيوز الله بلا مواقف. دقيقة برك اليوم زادوا لنا التفاصيل تاع القضية تاع استيراد القمح. أولا عندما نتحدث عن أكد أرجوك أكد انطلقت ينشر بزاف هادو صاحبي الحدث. أصبر. اصبر 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 اصبر. المتعاملون، الجزائر تشتري نحو 500,000 طن من القمح في مناقصة دولية. اسمع مليحة اللي قال لك شوقي بن زهرة منذ أشهر. قال متعاملون أوروبيون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 500,000 طن من القمح في مناقصة دولية، وتتضمن 275,000 طن من كندا و 225,000 طن من مصادر أخرى يعتقد أنها تشمل تركيا. صعيب الحال. نشوفوا هذاك عامل المخزن واش قال. يبان لي عملاء المخزن الله غرى المشكل تاعهم يقولوا الصح، المشكل تاعهم يعطيو الحقيقه في دقيقه. نرجعوا تراش الارشيف. انصار النظام يبان لي بعدوا على الشاشه خير. اصبر تشوف. اصبر. شاهدنا خطا طويلا من الشاحنات و 11 ماي 11 جوان 11 جويليه 11 اوت، منذ 3 اشهر. واش قال لكم المدعو عامل المخزن؟ شاهد العالم كذلك هذا الخط طويل الشاحن فيها 111 مليون نسب. هو شبه رسمية على أنه فيديو حقيقي لموسم الحصاد، لأنه هذا يخفي فشل السياسة الفلاحية النظام الجزائري كما هو فشل في جميع المجالات، من أجل إخفاء هذا الفشل حتى في قضية أن الجزائر من أكبر مستوردين للقمح في العالم. في إفريقيا نحن الرقم 2 بعد مصر التي فيها 111 مليون نسمة، الجزائر 45 مليون نسمة فقط. يعني لإخفاء هذا النظام الجزائري يفبرك عبر تلفزيونه العمومي، يلعب يحاول دغدغة الشعب مع اقتراب. سبحان الله تقول عندي هذيك لابول ماجيك. هذيك ذاك الوقت كنت نحكي عن الاستيراد واننا رقم 2 في افريقيا، والتقرير ذكرت حتى فيما بعد التقرير الامريكي اللي يتكلم على اننا راح نكون واحد من اكبر المستوردين في القمح، وان القضيه راح تستمر، وانه الانتاج تاع القمح تاع الجزائر في القمح غير كافي وغير ذلك. شكون اللي يقول الحقيقه؟
السي خونا صاحب 54 التزام اللي وقتها قال لك برا تشوف. شحال نحب الارشيف انا خصوصا مع التبون. الناس تاهمين لما شافوا الحمد لله الصحراء ولات خضراء ولات جبال. قال لك الذكاء الاصطناعي معداش هذا كان الذكاء الاصطناعي وكني القمح مرحبا به. الذكاء الاصطناعي تبوني وكلك القمحة 500,000 طن هذه علاش؟ يبان لي الاستيراد وملايير الدولارات اللي توكلك القمح اللي يعوض انكم تديروا سياسه فلاحيه تمشي بها البلاد كش ما نخرجوا من التبعيه كما راهو يقول لك عامل المخزن. لا حول ولا قوه الا بالله. عملاء المخزن عندهم مصداقيه اكثر من مؤسسات الدوله. وتحير يا جدك دايما تجي ما تطورش الحالة. الناس باش يتكشفوا الأكاذيب تاعهم لازم سنوات. مع النظام الجزائري أنا نهضر هضرة أسبوع شهر ثلاث شهور شهرين تبان القضية. مع من باب ذكر ولو أنه تعرفوا الأمور السلبية بزاف مش مليحة وأنا بالي تعبتوا شوية من السلبيات. انا قلت وكم تعرفوا كثر يطالبوني بانني نذكر في بعض الاحيان الايجابيات في الجزائر وكلش. انا قلت صراحه هي الانسان يذكر الايجابيات لانه مثلا في الامارات العربيه المتحده دوله عربيه شقيقه اللي عندها ممارسات عدائيه ضد الجزائر تعرفوا بانه نسبه تدوير المياه تصل الى تقريبا 90%. معناتها انه المياه اللي تستهلك في الحنفيات على الامارات العربيه المتحده كلها تم استهلاكها من قبل يعني 90% من هذه المياه. وصراحه الامارات نموذج في هذا المجال وحنا من باب الاقتداء بالتجارب الناجحه اليوم في الجزائر درنا شيء مشابه وراح نقهروا الامارات ان شاء الله. حنا ثاني ندوروا المياه. تعرفوا باللي حنا نقوموا بتحليه المياه مليار و300 مليون متر مكعب يوميا. احنا نفرغوا البحار والمحيطات باش نعاودوا نرجعوا الماء للبحر باش نديروا التدوير على طريقتنا. اروح تشوف صراحه فكره عجبتني لازم العالم ياخذ منها لازم الناس ياخذوا من التجارب الناجحه هذه. انا حيرنا العالم صديقي. شفتوا الطريقة احنا كيفاش؟ قلت لك الصيف لي ضيف سايك ملولي سايك ملولي باكوس البيضة وكمل الصيف. دونك احنا باش الناس تفهم ربما الطريقة هذه ما بيش كيفاش نقول لك ثورة هذه في مجال تدوير المياه. احنا نهزوا الماء من البحر قوموا بتحليته من بعد الماء تاع الصرف الصحي نعاودوا نردوه للبحر والجزائريين يسبحوا في الوسط نورمال فعادي باش نعاودوا نديروا التدوير. واش قلقكم باش نعاودوا نديروا التدوير واش قلقكم جماعة حاولوا ضربوا لنا على الشاشة أكبر قدر عد
ديسكريبسيون. حاولوا برك جماعة ضربوا لنا على الشاشة أكبر قدر ممكن وقولوا لي إذا هل الآن الأمور مضبوطة إلى حد ما، هل تسمعوا فيا؟ ما كانش اختلال في الصوت. جود لايف، جيد، خصوصا الصوت هو المهم، كيكون الصوت على الأقل اوكي. نتوما ضربوا على الشاشه وحنا علينا. دونك لقينا هذه الطريقه العصريه صراحه في الحصيله تاع تبون، والله بدات تبان. بدي يقول لك علاش الجزائريين يضلوا هاربين من البلاد هذه. هاو اليوم داير من المعبر تاع ام الطبول، اخي وريت لكم هذيك الخطره، هاي صور من اليوم، اروحوا تشوفوا اروحوا. اصبروا عفوا نعاودوا له هذا برك، ما على باليش واش هو المشكل تاعو، سامحونا جماعه. السلام عليكم خوتي، اون ديريكت الحدود ام طبول. خوتي ديروا حسابكم راهي السيركيلانس راهو غاشي بزاف، ديروا حسابكم خاوتي وراهم محلولين. جماعة هادو عملاء تونس، هادو ما حمدينش ربي، مخليين هذيك الخير الله يبارك، هذاك الشواطئ هذه مخليين مياه الصرف الصحي اللي يقدروا يعوموا فيها ونديروا تدوير المياه ونطوروا الجزائر وهاربين لتونس. من 4 تاع الصباح يا جدك شادين الصف مشي يدخلوا لتونس، 4 تاع الصباح. شوف الطابور. السلام عليكم خوتي، اون ديريكت الحدود ام طبول. خوتي ديروا حسابكم من 4 تاع الصباح. هذا راه يقول لك بعد الساعه الرابعه، هذا وصل على 44 دقيقه وقال لك راهي الساعه 26 دقيقه ومازال ما تحركش. هادو راهم يستناو 18 ساعه باش يدخلوا لتونس، 18 ساعه وهما شادين الصف. قلت لكم هذيك الخطره قسما بالله لو كان يحلوا الجهه الاخرى غير نص الجزائر تهرب، والله غير نستعمروهم وغير خليو الحدود تاعكم.